من بعد ما هضرنا على السيره الذاتيه في فيديو سابق، جاء الوقت باش نهضروا على لونتروتيان دومبوش. يلا على بركه الله، فاش كتجيك الفرصه باش دوز لونتروتيان، كتكون مناسبه باش تبين فيها ان البروفيل ديالك مناسب للبوست اللي مقدم عليه، وهذه هي اصعب واهم مرحله. لهذا خاصك تدرب راسك مزيان، خصوصا على الاسئله اللي تقدر تطرح عليك نهار لونتروتيان، كوم سا تكون بلوز اليز وما يغلبش عليك لو ستريس. غادي نبداو ببعض الحوايج اللي تقدر تستعملهم واللي يقدروا يعاونوك في لا بريباراسيون ديال لونتروتيان ديالك. اول حاجه، قرا مزيان لو بوست اللي انت مقدم عليه وعرف لي ديتاي ديالو، شنو هما لي تاش اللي طالبين فيه. كذلك حاول دير بحث معمق على الشركه اللي انت مقدم عليها وعلى الانشطه والاهداف ديالها في سوق الشغل، كوم سا تبين لهم بانك مهتم بهم. ثاني حاجه، بزاف ولا اغلب ديال لي زونتروتيان دومبوش كيبداو بالسؤال الشهير بريزونتيفو ولا تيل مي اباوت يور سيلف. لهذا حاول توجد واحد سبيتش اللي فيه واحد جوج حتى ثلاثه دقائق واللي غادي تلخص فيه المهارات اللي عندك واللي عندها علاقه مباشره بلو بوست. حاول تدرب راسك مزيان على هذه المساله مره وجوج وثلاثه، حيت هذا السؤال بمثابه انطباع اول او فيرست امبريشن، وفي اغلب الحالات هذا الانطباع الاول كيكون حتمي حيت به كيختاروا الشخص اللي غادي ياخذ لو بوست. وحاول تجنب العباره اللي كتقول كوم فو لو سافي از يو كان سي، بل حاول تهضر على راسك بحال عمرهم شافوا لو سيفي ديالك. حاجه، كتب اغلبيه الاسئله اللي كتطرح ووجد الاجوبه ديالها ودرب راسك مزيان عليها، كوم سا الاجوبه ديالك ما يكونوش مرتجله بزاف. رابع حاجه، فاش يكون المشغل كيطرح عليك شي سؤال، خذ وقتك في التفكير قبل ما تجاوب، واخا تكون عارف الجواب في الاول، وحاول الجواب ديالك يكون ستركتوري ومرتب، واحسن حاجه يكون الجواب ديالك على شكل مقدمه عرض وخاتمه. خامس حاجه، حاول تجاوب شويه عليك، حيت صراحه الجو ديال لونتروتيان ولا ديال مقابله الشغل ممكن يكون فيه شويه ديال الستريس. لهذا خذ نفس قبل ما تجاوب على السؤال، كوم سا الجواب ديالك يكون فريمون على قد السؤال. فغالبا الا زربتي في الجواب تقدر تلقى راسك تو سامبلومون خارج الموضوع. دابا غادي نشوفوا بعض لي زاستوس اللي تقدر تستعمل فاش تكون كتجاوب على الاسئله ديال لونتروتيان. اول حاجه، حاول الاجابات ديالك يكونوا قصار، ولكن تجنب الاجوبه القصيره جدا بحال نعم او لا، يس اور نو. ثاني حاجه، ماشي عيب الا خديتي اون بتيت بوز قبل ما تجاوب، حيت هذه المساله كتبين بانك شخص متاني وكيفكر قبل ما يجاوب. ثالث حاجه، ماشي عيب الا ما عرفتيش تجاوب على شي سؤال وقلتي لهم ما عرفتش الجواب، ولكن حاول تجنب ان هذه المساله تكرر بزاف المرات في لونتروتيان. رابع حاجه، وجد راسك الاسئله الافتراضيه hypothetical questions، واللي هي اسئله مبنيه على سيناريوهات. مثلا tell me about a time you had to collaborate with a coworker who was difficult to work with. والجواب ديال هذا النوع من الاسئله خاصو يكونوا فيه ثلاثة ديال النقاط، المشكل اللي تحتي فيه، الحل اللي لقيتي، وشنو استفاد المشغل من الوضعية ككل. وهذا النوع ديال الأسئلة خاصك تاخذ فيه وقت كافي للتفكير. خامس حاجة، وجد راسك الأسئلة غير المتوقعة على الأقل نفسيا، يعني ما تبينش بأنك متفاجئ بالسؤال اللي ما كنتش عارفه ولا ما كنتش موجد ليه، وما فيها بس طلب من المشغل يعاود لك السؤال ولا يعاود يغوفورميليه. المهم حاول اللي في جهدك باش تجاوب على السؤال. سادس حاجة، حاول تخلي الحوار مستمر، حيت أخيب حاجة تقدر توقع في لونتروتيان هو داك الصمت الطويل. سابع وآخر حاجة، صوتك خاص يكون واضح فاش تكون كتهضر، ماشي هابط بزاف وماشي عالي بزاف، خير الأمور أوسطها. إي فوالا، هذا الفيديو كان خفيف ظريف، إن شاء الله في المستقبل غادي نديرو سلسلة ديال الفيديوهات بخصوص العمل اون جينيرال، وبطبيعة الحال إذا كانوا عندكم اقتراحات فممكن تخليهم لينا في صندوق الوصف. الفيديو ديالنا سالا وهادشي اللي كاين.